ثانية هنسمع واحدة واحدة ونسمع بتقولي ايه؟ مرة طماطم مات ست راحت قالت اتسي غشها مني. اتفضلي. مرة طماطم مات ست قالت كاتشي. ايه بقى يلا اتفضلي طماطم برضو ولا اجيب لك كوسة؟ مرة خيار وقدر العيش بس حلوة قوي هايلة يلا اتفضلي. خلاص كفاية. ايه ده خلاص كفاية؟ مش دي احلى نكتة اتقالت. والنبي والنبي بص مرة كان في بطاطس وقعت من الدور العاشر مرة أب قاعد مع بناته زهق. أنا عايز أسمع واحدة. أنا عايز أقول حاجة بعد. استنى أنت كمان. أنا بابا هقول حاجة. اسمعني أنا بنتي بقى بنتي عايزة تقول اتفضلي. هقول لك فزورة لو حلتها مش هقول نكت خالص. يلا قولي. ماشي مرة بقى في بحر أبيض جواه نقط سودا أو بني يبقى إيه؟ يبقى إيه؟ يبقى إيه بقى؟ قولي يبقى إيه؟ قول أنت قولي. طب بابا أنا هقول لك فزورة لو حلاني مش هيبقى إيه الحاجة اللي الحاجة اللي اسمها زي شكلها؟ أيوه قولي. أنت قول بيضة قولي صح؟ لا بجد صح. يلا أنت قولي. طب أنت قول ما أنا قلت لك. يلا قولي أنت بقى. أقولها من الأول؟ لا قوليها هي الإجابة. يا بابا أنا عايزة أقولها. اتفضلي. في ثلاث أبواب، واحد فيه خشب ومسامير، والتاني فيه نار، والتاني فيه ديناصورات، هتدخل من أنهي باب عشان تعدي الباب تحت؟ أنا هدخل على الديناصورات عشان أخلص. يلا بقى حل. لا بابا لا بابا شاطر جدا، أن الديناصورات اتكدرت أصلا. انكدرت. انكدرت. أنا أقول لك بقى إيه بابا بص بقى عينيا، لان في عينيا بحر ابيض يا اما جواه نقط بيضاء او قصدي سودا او بني. طب انت قولي بالاحظين اي حاجه بابا. المخرج خلاص هيجيب لي ايه تاني؟ مره اهواجي جاب عربيه راح طلب راح طلب راح طلب راح طلب صدمه. انا نفسي تكملي انت الوحيده اللي بتضحكي على نكتك. يلا اتفضل يا عجب. بابا واحنا عايز اقول لك حاجه. عجب اجيب لك الفطار. يا انت بتنام واحنا على الهوا. ما احنا سايبكم تاخدوا راحتكم يا اخي. زهقت زهقت. ما تقوليش زهقت. عم عجب طب اوعى يلا ارجع مكان مش راجع. ايه هتعمل ايه؟ انت بتجيب عصايه يا عجب؟ لا خلاص لا ما عشان اما عجب لا عايز اقول لك دكتور. لا اما تقوليليش دكتور عشان عايز اقول لك حاجه الاول. ماشي يا عم عايز اقول حاجتين بسرعه. اول حاجه يا بنات نسمع بعض، انا مش سامع منكم حاجه. مريم وشوتي وعليا هما اللي بيعملوا كده. لا لا كلنا كلنا. شفت الادب؟ شفت الادب بتاع رنا؟ قالت مريم وجودي وعليا، ما جابتش سيره ابوها خالص. شايف الادب والتربيه وهي الوحيده اللي ما بتعملش دوشه. تاني حاجه هقولها، في بنت من غير ما نقول مين قالت في النص انا هقول نكته والنبي والنبي. يا جماعه بالنبي. انتي بروزي نفسك يلا. يا جماعه لما نيجي نحلف لو اضطرينا للحلفان ما نحلفش بالنبي ولا بالمصحف ولا بحياه حد، نحلف بربنا. ماشي؟ اتعلمتوا؟ فهمتوا يا بنات؟ والله عايزه اقول حاجه. قولي حلفت بربنا قولي. والله عايزه اقول نكته. والله عايزه اقول والله عايزه اقول نكته. وانا والله عايزه اقول حاجه. اخبط نفسي بالبتاعه. انا عايزه اقول نلعب. بقول لك ايه يا عجب اطلع فاصل اطلع فاصل. فاصل ايه؟ مفيش فاصل. عايزين نلعب اللعبه الثالثه. يلا يا عم بتاع الكمبيوتر العب اللعبه الثالثه. يلا بينا نروح على الجوله الثالثه.